كريستين، كيف هو الوضع في الجليل الأعلى؟ وعد في اللحظات الماضية سمعنا دوي قذائف المدفعية الإسرائيلية التي أطلقت من المدفعية الإسرائيلية باتجاه القطاع الشرقي جنوبي لبنان. هذا القصف المدفعي لم يتوقف حتى على مدى يوم أمس، على الرغم من حالة خفض التصعيد والتهدئة من جانب حزب الله. آخر عملية تبناها حزب الله كانت يوم السبت في ساعات العصر، عندما أطلق سربا من الطائرات المفخخة باتجاه مقر كتيبة المدفعية في الجليل الغربي. على مدى اليومين الماضيين قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أهدافا جوية ومسيرات فوق عكا وفوق نهرية، لكن لم يتبنى حزب الله أيا من هذه العمليات. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تقول إن إسرائيل ترفض واتخذت قرارا بعدم الوصول إلى معادلة الهدوء مقابل الهدوء، أي الجيش الإسرائيلي لن يتوقف عن شن الغارات والقصف الذي يطاول جنوبي لبنان، تزامنا مع حالة وقف العمليات التي هي أيضا مرتبطة بسياق العيد، عيد الأضحى المبارك، وأيضا كانت تزامنا مع زيارة عاموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي كان في إسرائيل يوم أمس وأجرى لقاءات مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتوغ، مع زعيم المعارضة يائر لبيد، مع عضو كابينة الحرب المستقيل بيني جانتس رئيس معسكر الدولة، وأيضا مع يوآف جالانت وزير الأمن الإسرائيلي. بالمجمل وبحسب الإعلام الإسرائيلي وعد بأن هوكشتاين حمل رسالة بأنه لن يكون بالإمكان التوصل إلى تسوية سياسية وحل دبلوماسي على جبهة الشمال قبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا بات مفهوما. الآن يحاول هوكشتاين من خلال إرساله أصلا بأن يتم السيطرة على المشهد ريثما يتبين ما الذي سوف يجري في قطاع غزة. هو سمع من المسؤولين الإسرائيليين على أن الجيش الإسرائيلي بصدد الانتهاء من عملية رفح جنوبي قطاع غزة في غضون أسابيع قليلة، ومن بعدها السؤال الكبير، ما هي وجهة الجيش الإسرائيلي؟ سمعنا الكثير من التهديدات بشن حرب واسعة على لبنان وبتدفي حزب الله الثمن على مشهد الحرائق، على العمليات اليومية، على إطلاق ألاف الصواريخ ومئات الطائرات المسيرة، لكن كانت هنالك أيضا أصوات أكثر عقلانية تذكر بقوة وتنظيم وقدرات حزب الله، وبأن أي عملية محدودة حتى لو كانت محدودة ضد لبنان وضد حزب الله سوف تدفع أطرافا إلى الدخول على خط المواجهة، ومن بينها إيران والمجموعات المسلحة إن كان من سوريا، من العراق، من اليمن. بالتالي لن تكون نزهة أي مغامرة بحق لبنان أو ضد حزب الله، وسوف يدفع الإسرائيليون والجبهة الداخلية الإسرائيلية ثمن مثل هذه المواجهة، مع التذكير بأن الحرب على غزة كانت طويلة متواصلة للشهر التاسع على التوالي. الجيش الإسرائيلي منهك، لديه أزمة التجنيد وغير قادر عمليا ومنطقيا على فتح هذه الجبهة، لكن إن اضطر يذكر المسؤولون الإسرائيليون أنهم بحاجة إلى إعادة السكان إلى منازلهم، نعم، إلى تغيير الواقع الأمني في الشمال، وذلك سوف يتم إما بعملية عسكرية أو بحل دبلوماسي، مع أن إسرائيل تفضل الحل الدبلوماسي لأنه أسهل لها. وعد، شكرا لكم كريستين رينوي من الجليل الأعلى وجويس الحاج خوري من بيروت.